ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. أستاذ خالد، برحب بحضرتك. وجلسات الحوار الوطني من الأمس إلى اليوم متنوعة، كنت أود في البداية التعرف على اهتمامات حضرتك والتخصص اللي حضرتك شرفت بوجودك داخل أروقة الحوار الوطني من خلاله. طبعا الحوار الوطني كان بمثابة لم الشمل للدولة المصرية بعد أن دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم الدلوف أو الدخول إلى ثلاثة محاور. المحاور الثلاثة هي المحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي اندرج تحتها 114 ملف ب 114 لجنة. طبعا كان لابد بعد جلسات الحوار الوطني اللي جمعت كل أقطاب السياسة المصرية وأحزابها وقواها المدنية أن يتم التحديد ودراسة ما تم تقديمه من اقتراحات ومن رؤى في ورش متخصصة أو جلسات متخصصة. تلك الجلسات المتخصصة سوف تفرق كل الاقتراحات والرؤى حتى يتم إنفاذ هذه الرؤى والمقترحات لنتائج، وتفرق في شكل تشريعات أو في شكل مقترحات أي ما كان هذا الشكل، وتعرض على فخامة الرئيس حتى يتخذ قراره الذي قرر أنه سوف يتخذه بموجب هذه النتائج التي سترفع إليه. احنا اتناقشنا في مسائل تخص الأحزاب السياسية، وده فيما يخص حزب الشعب الديمقراطي كما سألتي. طبعا أنا كنت متولي موضوع التمثيل النيابي وقانون الأحزاب السياسية. التمثيل النيابي وجدنا أن السبيل الأسلم والأفضل وفقا للظروف السياسية والمجتمعية في مصر أن تكون هناك قائمة مغلقة، ولكن تزيد بدلا من أن تكون 4 قوائم على مستوى الجمهورية تكون 8 قوائم على مستوى الجمهورية، قوائم مغلقة. هذه القوائم المغلقة تكفل عدم إضاعة ما يقرب من حوالي 49% من الأصوات، لأن هناك نظام القائمة النسبية يطيح ب 49% من الأصوات، اللي بيفوز بنسبة 50+1 هو اللي بيكسب، بينما 49% بيتم الإطاحة بهم وعدم يعني تقديرهم. أو فالقائمة المغلقة هي الوحيدة التي سوف تكفل هذا الحفاظ على القوة التصويتية لمن سيقوم باختيار قائمة. القائمة الأعلى هي التي ستفوز، وبكده يبقى حافظنا على أولا عدم إضاعة 49% من الأصوات، اثنين إن القائمة كلها هتنجح، مش الجزء اللي هتنجح نسبته فقط في القائمة النسبية هو اللي ينجح والباقي لا ينجح. ده بالنسبة للنظام القوائم المغلقة اللي هتكفل التمثيل الأفضل، الحفاظ على الأصوات، تمثيل كذلك عدد أكبر بزيادة عدد قوائم إلى 8 قوائم. ده اقتراحنا. يعني كانت هذه الفكرة التي قمتم بتقديمها خلال الجلسة، كيف كانت ردود الأفعال على ما قدمتموه من مقترحات؟ البعض قرر أن هذه الفكرة لا تتناسب مع الظروف الحالية للمجتمع السياسي أو للحياة السياسية، وأن الحياة السياسية في مصر معتمدة منذ بدايتها على نظام الانتخابات الفردية. إحنا رضينا أن الانتخابات الفرد بالنظام الفردي سوف تكون موجودة، ولكنها مع القائمة المغلقة، الاثنين هيكملوا بعضهم البعض.
بعض القوى قررت أفضلية القائمة النسبية، ردينا عليها أن القائمة النسبية سوف تطيح بكمية كبيرة من الأصوات لن يتم الاستفادة منها. يعني طيب أستاذ خالد، يعني هذا الأخذ والرد في الحوار يجعلني أتساءل عن مناخ الجلسة، كيف كانت مشاركتكم وكيف كان التعاطي مع مقترحاتكم وكيف كان المناخ العام للحوار الوطني في الجلسة التي حضرتموها؟ حوار وطني يشمل كل الأطياف السياسية، أيديولوجيات مختلفة، ما بين أيديولوجيات اشتراكية، أيديولوجيات ليبرالية، أيديولوجيات يمينية. نعم. لابد أن يحدث كثير من التفاعل والنقاش، وقد يحتد النقاش أحيانا، وقد يتخذ وتيرة فيها قدر من السخونة، إلا أنه في النهاية استطعنا واستطاعت تحديدا أمانة الحوار الفني والدكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي استطاعوا أن يقودوا بحكمة السفينة، وكنا ملاحظين لأن هم فعلا كانوا بيحاولوا يستخدموا كل الوسائل لأجل لم الشمس حتى لا نصل إلى مرحلة الخلاف. لا، إحنا لم نصل للخلاف، وإنما كان هناك اختلاف. نعم. كان هناك اختلاف وده شيء طبيعي. كان هناك نقاش. أخذ ورد وأخذ وعطاء. نعم نعم نعم. بشكرك ورد. شكرا جزيلا الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي على هذه الإضاءة.